في البداية عندنا ريبورتاج حول زرع اللوبيا والعدس، هذا أول يعني تجربة زرع اللوبيا والعدس في منطقة عسكرية تحت إشراف عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. خبر هذا ميم دوركمش صحف بدورو ولا قنوات العرب، اي بورتون يخدمهم. هاي اللي يا سيدي قال لك عملا تعليمات رئيس الجمهورية راهم يزرعوا في اللوبيا والعدس في مناطق عسكرية، وبداو بالمنطقة الأولى وشوفوا الريبورتاج هدايا كامل. تفضل. غرسناها كاع عدس، مازال ما ناضش غير كيما غرسناها، لانه رئيس الجمهوريه قائد القوات المسلحه كيما سمعتوا انه العدس واللوبيا والبقوليات كاين عصابات اللي راهم يسرقوا فيهم، لذلك حنايا درنا عليهم سياج ودرنا منطقة عسكرية هنا حتى واحد ما يتخطى حدوده. ليه يتخطى حدوده؟ على بالكم واش يصرالو؟ لذلك حنايا في هاد المنطقة هادي الزراعية اللي غرسناها هادي كاع عدس إيلوبيا وبقوليات، يعني على بالنا بلك راح ترجع يعني كالأحجار الكريمة كيما في السياج الآخر هذيك اللي هي كيما راكم تشوفوا تما منطقة صح تاع ديامو والأحجار الكريمة، درناها منطقة عسكرية، وهذه منطقة تاع العدس كذلك واللوبيا، حتى نولوا نديروا المخطط أنه كي نحصدوهم إن شاء الله في فصل الشتاء نديروا مزاد علني، وكل حبة سوا يعني تكون عندها القيمة ديالها، لأننا شوفوا رانا تعبنا عليها ورانا نخدموا في هذه المنطقة، رانا نعسوا عليها ليلة نهار. أكو تشوفوا فيا كيما راكو تشوفوا فيا، راني في هذا الحر راني نعس على حقول العدس واللوبيا والبقوليات اللي غرسناهم يعني غير بعد هذيك الحوار التلفزيوني مع رئيس الجمهورية رئيس القوات المسلحة. راكو تشوفوا هاد الكاريطة اللي راني قدامها هنايا نعسوا، وعندنا لي جمال وكلش، ونشوفوا يعني نعسوا على العدس مالوغوزمون والباقوليات اللي ولاو اشياء مفقوده، والعصابات تريد ان راهي تسرق فيها وترمي فيها في البحر باش تطلع الاسعار. حنايا دائما يعني بالمرصاد لهاد العصابات، وسنعمل كامل نسيجوا على كل المناطق ونديروا فيهم نغرسوا فيهم الاشياء المفقوده. دوكا يعني العدس كي يوجد يعني واللي نديروا له مزادات علنيه ويولي بقيمته، هكذا المواطن الجزائري كي يتحصل عليه يعني يفرح ويقول ما شاء الله، يعني انه هاد المنتوجات يعني كالاحجار الكريمه ولينا يعني نتحصلوا عليها بصفه سهله، وما يهمش يعني ما يهمش الاسعار التي نشتروها بها ما دام يعني راهم الرجال واقفين وراهم يغرسوا فيها ويعسوا عليها حتى توجد في فصل الشتاء. حنايا بلا مزية رانا نخدموا في هذه الخدمة، ورانا نسهروا على أنه العدس لا يسرق حتى في الحقول، لأنه العصابات انتشرت ويعني
الله غالب راهي تجي من الخارج ما راناش قادرين عليها. وكنا بزاف نتكلموا على الحروب، هاي جاتنا حرب النيجر، وممكن أننا المنتوجات الجاية اللي نهضروا عليها في الحوارات القادمة نغرسها ونديروا عليها السياج ونحرصوا عليها ونسهر على أنها تنبت في أمان. عندنا هنايا مثال في الواقع، رانا شفنا حركة غير عادية لعصابات راهي في سيارات هيليكس متوجهة إلى مناطق. احنا نحبسوا لأنه راح يبداو يرفضوا ويوقفوا في الناس ويديروا في الناس. المهم نشكروا هذا المواطنة على هذا الريبورتاج الهائل اللي دارته وعلى مواقفها الوطنية المشرفة، وأنها هي باينة تعمل بتعليم قائد على القوات المسلحة ورئيس الجمهورية. بارك الله فيها. شوفوا الجزائري والجزائرية عندهم بطالة، يعني لو يديروا الآخر تقوهم يديروا العجب. ايوي بارك الله في هذه قادرة يعني تكون غراند كوميديان وعندها لو ستيل تاع لا ديليزيون وعندها، بارك الله فيها. هذيك دونك اللوبيا والعدس ولاو درك موضوع كل الجزائريين على كل المستويات، بما انه رئيس الجمهورية يتكلم على اللوبيا والعدس. اي نعم، هذا هو النيفو تاعنا درك، ونحكي على البطاطا والخبز والحليب والزيت والسميد، يعني كل شيء يدور على الكرش، كل شيء يدور على الكرش. في أمي داير أخ يعمل فيديو يقول راكم جوعتونا، راكم جوعتونا، جوعتوا الشعب، الشعب جاع. إيه الشعب جاع، ماذا ندخلوا الشعب يفكر غير في خبز؟ الشعب ما عاد يطالب لا بوليتيك لا تعددية حزبية بلا انتخابات. عطلوا ياكل يا اخويا، عطلوا الشعب ياكل، عطلوا اللوبيا والعدس، هذا ما كان. نعديو الى فضيحة مولودية العاصمة على مستوى العربي، فضيحة على مستوى العربي بعد الفاصل نشوفوا الموضوع. هشام عباس، الله اكبر، هشام عباس، هشام عباس.